بسم الله الرحمن الرحيم. حرصت وزارة الموارد المائية بناء على توجيهات السيد معالي وزير الموارد المائية المحترم على ضرورة التحول من منظومات الري القديمة إلى منظومات الري الحديثة لغرض زيادة كفاءة نقل وتوزيع وتنظيم مياه الري وتقليل ضائعات التبخر والرشح والمساحات المستغلة لإنشاء النظام، إضافة إلى تقنين استخدام المياه عن طريق توفير متطلبات الري الحقل الحديث مثل الري بالرش والري بالتنقيط. إن هذا التحول يرافقه تأسيس جمعيات مستخدمي المياه لتخفيف العبء عن كاهل كوادر الموارد المائية في عملية تشغيل وإدارة وصيانة تلك المشاريع، وبشكل تدريجي بالتزامن مع اكتساب المهارات والخبرة اللازمة لكوادر الجمعية. إن محافظة كربلاء المقدسة هي أول محافظة في العراق يتم فيها تنفيذ مشروع ري بالأنابيب المغلقة المضغوطة، وهو المشروع الريادي لإدارة المياه في الحقول المروية، وبمساحة 2609 دونم موزعة على أساس 6 شبكات وطواقم ضخ يتم من خلالها توزيع المياه إلى المزارعين بحسب طبيعة المحاصيل المزروعة ومساحة كل مزارع وفق ما مخطط ومصمم له. كما وأن أول مشروع ري بالأنابيب الغير مضغوطة في العراق تم تنفيذه في محافظة كربلاء أيضا بمساحة 10,000 دونم ضمن المرحلة الأولى من مشروع استصلاح أراضي الحسينية. يعمل المشروع بدون استخدام مضخات ويعتمد على ظاهرة الجاذبية الأرضية وفرق المناسيب بين المصدر المائي ومنسوب الأرض الطبيعية. يتم حاليا تنفيذ عدة مشاريع بأساليب الري الحديثة مثل المشروع الريادي لبناء جدول العوج ضمن مشروع بني حسن بمساحة 3,000 دونم، ومشروع استصلاح أيمن وإسر الكمالية بمساحة 4,200 دونم، وغيرها من المشاريع الأخرى في المحافظة. قبل المباشرة بإعداد التصاميم أي مشروع ري حديث يقوم مركز دراسات والتصاميم الهندسية بتحديث مسوحات استخدام الأراضي ومسوحات التربة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، وكذلك معلومات وبيانات الماء الأرضي وجمع البيانات المناخية لغرض إعداد دراسة المقننات المائية بحسب الخطة الزراعية ونوع المحاصيل. بعدها يتم تخطيط وتصميم جميع مكونات الشبكة، علما أن معظم مساحات مشروعي استصلاح أراضي الحسينية وبني حسن مصممة على أساس أساليب الري الحديثة، وسيتم تنفيذها وفق خطة الوزارة بناء على التخصيصات المتوفرة.